وصلوا للفيلا وشافت داكشي اللي على برا وشافت فيه، وهي تقول الحفلة عندك في الدار؟ قال آه في الجردة. حليت الباب هذيك الساعة وقدرات تسمع الصدى ديال الأصوات اللي جاي من الجردة، وهي تقول هذه ماشي حفلة، هذا عرس. قال ليها عبد الله ياك حتى هو حفلة؟ لا. قالت كون قلتي لي من الاول راه عرس. قال ليها عبد الله كون قلت ليك عرس ما غاداش تبغي تجي. سكتات وبقات كتشوف فيه. سلمات امرها لله وكتسنى هاد الليله تدوز على خير. وفي نفس الوقت كان ياسر الفوق مازال منزل، ما عندوش لقانا ينزل من الاساس. الهضره ديال الخادم ديالو باقا كتدور فيه وكيحس بخاطره ومخسر، وعاد هادشي ديال العراسات والحفلات كيحسوا غير مضيعة للوقت وما كاين لاش يكون. كان هاز قارو في ايدو وكيطل من الشرطة وبان ليه باه غادي وشي حد معاه. عينيه بداو كيضيقو حتى بداو كيقربو، عاد وضحت له الصورة مزيان، كانت نور معباه غير ميزها وعينيه شعلو ولا بحال شي تاور هايج كينهج بوحدو، وجهو حمار وزير على ايدو والعروق برزو في جبهتو وعمقو. عندها الجرأة تجي حتى لدارهم ومعباه. زاد تأكد من شكوكه، نور ماشي غير قدرات تلعب بباه، خلاتو يجيبها حتى العرس ولدو بلا ما يدير اعتبار حتى شي واحد. رغبتو في انه ما ينزلش تلاشات مرة بلا ما يفكر، وهبط لتحت ساعر. غير زادت نور بخطوات لداخل، ما بقاتش قادرة تصبر، بغات ترجع في حالها. وفي نفس الوقت حشمانة لحقاش العرس ديال ولد عبد الله، يعني الأخ ديال ياسر، وحتى هو غادي يكون حاضر. كيفاش غادا تهرم منه إلى تلاقاه؟ وأشنو غيدير هو؟ وكيفاش غادي يتعامل معها؟ خايفة ليشوهها ويبغي ينتقم منها. حاولت تصبر راسها أنه غادي يكون إنساها، لحقاش غيكون شرا بنات أخرين. راه دازو بزاف ديال الايام، اما هي ما قدرتش تنساه، ما تقدرش تنكر انه غادي يبقى اول واحد في حياتها ولا غادي يكون هو الوحيد. وصلوا لداخل ودخلوا للجردة، كان الجو حماسي. بقات ساهية حتى فيقها عبد الله بصوته، قال ياك ما حشمانة. تبسمات نور وقالت له لا، غير ما موالفاش على العراسات والحفلات. قال ليها دابا تولفي. قالت نور واش حتى نتوما ريافه؟ وتفكرات الهضره اللي قال ليها ياسر بالريفيه ورجعت غوبشات. قال ليها عبد الله اه. قالت حتى انا. وهو يقولها اه بنتي انا عارف. قالت له منين عرفتي؟ قال عبد الله غير من كنيتك باينه، وشافت شي رجال كيجيو يسلموه لعبد الله وكيباركوا ليه عرس ولده. ما كانش بزاف ديال الحضور ولكن باينه غير الناس الهاي كلاس. ملي كان عبد الله مشغول ضربات طليله في الجرده بعينيها بالزربه، ما بانش ليها ياسر وعاد قدرات تنفس غير شويه. وقرب منهم واحد الشاب كيبتسم، تمشى جهتهم وزاد ابتسم للنور وشاف عبد الله وقال الواليد. عبد الله ابتسم له وقال علي هذا ولدي الصغير وهادي نور. قال علي متشرفين. جاوبته نور وقالت الشرف ليا. وهو يقول عبد الله ما عندك منهاش تحشم، حسبي الدار دارك بنتي. وقبل ما يمشي الحق عليه علي وهضر معاه بشوية، قال له شكون هذا البنت؟ عبد الله طبطب على ظهر ولده وزاد عند واحد صاحبه وقال له دابا تعرف. دار علي إيديه في جيبه بعدم اهتمام، كان هو الابن الأصغر عبد الله في عمره 23 عام وما زال كيقرأ. شاف نور اللي كانت حانية راسها وساهية، أبقات واقفة بوحدها ما قربت عند حتى شي واحد، كتشوف غير في الأرض. رجع عندها ووقف معها وفزعها بصوته، قال ياك ما حتى انتي ما كتبغيش العراسات؟ ابتسمت نور وقالت ما موالفاش على هاد الأجواء. قال ليها علي
شربي شي حاجة؟ قالت له لا شكرا. شافت فيه وعاد ردات البال قامته الطويلة وفورمته، ملامحه كانوا زوينين وهادئين عكس خوه اللي ملامحه كيخلعه. جبدات تليفونها باش تعيط لجارتها وتطمئن على ختها. بعدات شوية لواحد البلاصة خاوية، كانت كتهضر بشوية مع آية، وغير جات الدور حسات بشي إيد قوية جبداتها من إيديها، وصوته اللي ما قادراش تنساه اختارق ودنيها بقوة. قال علاش ناوية زعما؟ تخلعات نور خصوصا من اللي حسات بإيدي غدا تقلع دراعها، كانت غدا تطيح كل ما زاد زير عليها وشدها وموقفها بالزز. عرفات داك الشي اللي هربات منه وطاحت فيه، وبغات دير راسها ما كتعرفوش، وخاف الحقيقة صوته وصورته بقاو محفورين في دماغها وعمرها ما غتنساهم. بدات كتدمع نور وقالت شكون انت؟ بعد عليا. زاد زير وصبعانو حسات بيهم غيحفروا لحمها وغادي يقطعوه. قال علاش ناويه انت بالضبط؟ اشنو كديري مع الواليد؟ علاش جايه لهنا؟ قالت شكون انت؟ بعد عليا بعد. حاولت تدفعه وتحيد ايديها وما قداتش. قالت طلق مني بعد مني. بغات تغوت باش تخلعه، وطار عليها دفعها قدام واحد الحيط ما خلاهاش تقدر تغوت. قال فلتي مني ديك الليله، كي حساب ليك غتفلتي مني حتى هاد المره؟ فين ناويه تهربي مازال؟ باقي نشوفك مع الواليد، ولا كدوري بهاد الدار غندفنك. حسات براسها غتسخط وبغات غير تهضر ما قداتش. النفس قطعت فيها، حسات بفم قريب بزاف لفمها، الى غير حيد ايدو غيتلاقاو شنايفهم بجوج. كان عاقد حجبان وعينيه مركزين مع وجهها وعينيها اللي مدمعين بكثرة الخوف. طلق من عنقها حتى بقات كتكح حيت خنقها بايديه. قالت اشنو اشنو بغيتي؟ ياك حتى الشيك ديالك ما خديتوش، انا مبعدة منك ونسيت داكشي كله اللي وقع. بعد عليا ونسى حتى انت داكشي. اضحك باستهزاء وقال إلا باقي شفتك كدوري بالواليد غادي ندمك. قالت باك غير كيعاوني وهو يقول ياسر، باقي طريق طويله بنت الراض، وديك الليله غادا تخلصيها مضوبله. طلق منها وحطات ايدها على عنقها كتكح خايفه منه ومن العنف اللي كان في عينيه. جرات رجليها بالزز باغي تجري والطالون ما عاونهاش. حسات به باقي واقف وراها وتابعها، كانت كتحس بنفسه اللي سخونه قريبه ليها وعلى شويه غادي يقتلها. عينيه كانوا حمرين بحال الجمر. قالت داكشي درتو غير على ود اختي، حتى انت عندك خوك والا شفتيه كيموت قدامك تقدر تدير اي حاجه على وده. الله يرحم ليك الوالدين، بعد على طريقي وانا من هاد النهار ما غتعاودش تشوفني مازال. وهو يقول حسابنا باقي طويل، يلا بدينا. وعاد ما غيحل اللعب دابا، بغات الدور عنده ولكن سمعت هدى. قالت حبيبة ديالي علاش جاي لهنا؟ نور تفزعات وبعدات شوية، وياسر غير شاف هدى وزير على سنانه ودار عندها. قال مالك انتي؟ اشنو كديري هنا؟ شنو باغا؟ كانت عاطية نور بظهرها لهدى، الشي اللي خلاها ما قدراتش تشوف وجهها، وزادت بالزربة مستغلة انشغال ياسر مع هدى. عرفات إلى ميزاتها هدى غدا تدير ليها شي فضيحة وتشوهها قدام الناس كاملين، وتفكرها كتار في هذيك الليل وهي يالله بغا تفتح صفحة جديدة في حياتها. زادت بالزربة بغا تبعد من هاد العرس، غتشوف شي تاكسي ياخدها، وعمرها بقى تقرب من هاد عطوبة. اللهم الخدمة في القهوة ولا المشاكل مع هاد الناس وهي غير بوحدها، كان ولا بد تدوس على الجرد. شافت موراها ليكون ياسر تابعها، وبلا ما ترد البال كانت دخلات في شي حد. كانت غدا تطيح كل ما درعانو اللي شدوها. شافت فيه ولقاتو علي هو ياسر الصغير، وقفها وهي بعدات منه بالزربة ودارت كتأكد واش تابعها الآخر. قال علي كتقلبي على شي حد؟ نور قالت له اه؟ وهو يقول واش كتقلبي على شي حد؟ شفتك كدوري وراك
وما رديتيش ليا البال انا كاع بهذا الطوله كلها. قالت اسمح لي ما شفتكش. ابتسم علي وقال غنسمح لك ولكن بشرط تخلصي الثمن. نور تصدمات، كيفاش كيطلب منها بهاد الوقاحه هكا؟ مال هاد العائله كلها كيطلبوا الثمن؟ واش متفقين عليها؟ حطات ايديها على فمها والدموع اللي كانت حابساهم عمرو عينيها. ابغات ترجع للور وتهرب ولكن تعكلات في كتوتها. كانت غدا تطيح كل ما شدها علي عاوتاني. قال غاب شويه عليك، راه غير ضحكت معاك وصافي. علاش الدموع؟ صافي سمحي لي، ما يحسابليش كتقلقي. صافي صافي تهدي، اجي معايا نعطيك تشرب. بلعت ريقها وشدات في دراعه اللي كان مد ليها. قال علي شويه دابا. قالت اه شكرا. وهو يقول كنتي شويه وغتسخفي ليا تما، خلعتيني حتى قلت صافي دابا غدا تموت ليا بين ايدي. مشى شبابي غادي ندوزو في الحبس. على وحده بغيت غير نضحك معاها، خايبه حتى في المعاوده. شافت فيه وضحكات على طريقته في الهضره. بقاو هكاك وهو كيحاول يضحكها، حتى نسات انها كانت خارجه هاربه باش تمشي في حالها. حاولت ما مره ما جوج تغفلو وتهرب، ولكن هو مصر عليها وما مخليهاش تحيد من قدامه. كانت واقفه وكتسمع لعلي كيعاود ليها على مغامرات اللي ما سمعات والو منها، كتحرك ليه غير راسها بآه. حتى فجاه سمع صوت عبد الله من الميكرو والكل دار كيشوف فيه مركزين معاه. كان واقف على المنصه وعلى يمينه شاب ما كيشبهش ليه بزاف، ولكن باين ولده من الورده اللي على صدره والضحكه العريضه المرسومه على وجهه. باين هو العريس. وعلاش ماله كان ياسر واقف ومخنزه وداير ايديه في جيابه وباينه فيه واقف بزز. علي حتى هو عيط ليه عبد الله واستأذن منها ومشى طلع حداه مع خوته. فرحات وارتاحت، اخيرا مشى من حداها وشافت يمين وشمال ولقات الكل مدور عينيه عليه ومركزين معاه، يعني حتى شي حد ما غادي يرد ليها البال فاش تهرب. يلا هزات كسوتها وساكها حتى حسات بنظرات ثاقبه موجهين ليها. الشوفات ديالو خلاو رجليها يتحفروا في الارض، ما بقاتش قادره تحرك. حلقها نشف في خطره. وهو يقول عبد الله اعزائي المدعوين، مرحبا بكم عندي اليوم بفرح ولدي احمد. كان لي الشرف بحضوركم وكنشكركم حيت لبيتو رغبتي وجيتو تفرحوا معايا، ولكن اليوم الفرحة فرحتي وبغيتكم كيف ما شاركتوني بفرحة زواج أحمد بغيت نعلن على خبر تاني، خطوبة ولدي الكبير ياسر. حركت عينيها بالزز البنت صاحبة ياسر اللي كانت كتنقز وهي فرحانة وكل شي كيبارك ليها، وبلا ما تحس رجعت عينيها لياسر اللي كانت شوفات وباقة تابتة عليها. باقة كتفكر حتى سمعت صدمة العمر عبد الله شير جهتها ضاحك وكل شي دار عندها كيشوف فيها باستغراب. خطوبة ولدي ياسر وبنتي نور. الصدمة والدهشة بانت على وجه ياسر وعلى وجهها حتى هي، ما بقتش حاسة بالمحيط اللي هي فيه. وإيد عبد الله متجهة ناحيتها. قال نور أجي حدا يا بنت. رجليها تجمدو. أما هدى بدات كتغوت كتقول عني كيف شنو؟ طلعت حداه شافت ياسر قرب حدا بواه مزير على سنانه وكيهدر في ودنيه. عبد الله ما جاوبوش بنفس الطريقة، لمحاتو قاد الكول ديال الشوميز ديالو بعصبية وبقى جامد في بلاصتو كيشوف فيها. بانت ليها الطريق طويلة، ما قادرش تحمل نظرات الناس ليها غير وصلت عنده. وعبد الله إديه نزلت على كتافها وزاد قرب ليها وقال أجي يا بنتي أجي. مد إيدو الواحد من الخدم ديالو وهو يعطيه واحد البواطة وبين هاد الخواتم حلها وشاف فيهم بجوج. قال لبسوا لبعضياتكم الخواتم، ما كاين لاش نتسناو. ياسر دور إديه على شعره بعصبية وانطق بصوت ضعيف قال الوليد. وهو يقول عبد الله الهضرة ماشي هنا، ما تحشمنيش مع الناس. وشاف فينو كتحس بكل شي فيها فاشل وما قادراش تحرك.
عبد الله هز راسو كيشوف الناس وضحك وقال نور كتحشم بزاف وهي بحال بنتي يلا هبنتي. وقال بصوت ضعيف بغيتي تخلصي الدين اللي عليك هكا غدا تخلصيه. قالت ولكن قاطعها وقال هذا هو الخلاص ما تحشمينيش مع الناس. فكرها انه بسبب اختها دابا قادره تكون حداها. هزات راسها كتشوف ياسر حاسه بيه باغي يقتلها عارفه ما غيترددش الى تحت ليه الفرصه ولكن اللي حابسوه هو فواه باينه كيحترمو لدرجه ما يقدرش يعارض كلامه. مدات ايديها وهما كيترعدوا للبواطه وهزات الخاتم. عبد الله شاف ياسر بتحذير الشي اللي خلاه حتى هو يهز الخاتم. حسات نور بايديه اللي كانوا باردين غادي ترتقوا ليها العظام بايديها. لبسات ليه الخاتم وحتى هو عقد حجبانه وهدر بصوت سمعاته غير هي قال لعبتيها مزيان هاد المره رخيصه وغتبقاي حياتك كلها رخيصه. وقالت غتندم شي نهار على هاد الكلام كامل انا ما عندي حتى شي ذنب في هاد الشي اللي وقع. ما قدتش تسمع شنو قال مازال حيت من بعد ما صفق عبد الله كل شي بدا كيصفق. اما ياسر انسحب الشي اللي خلى عبد الله يرجع لمراسم الحفلة ويخلي الجوق يرجع يضرب. جر نور من ايديها برفق ومشى بها الفيلا لداخل. غير وصلوا لداخل ونطرات ايدها منه بالجهد ودموعها بداو كيطيحوا في الحين. قالت بغيت نفهم دابا اشنو هاد المسرحية اللي درتي برا بغيتي فلوسك غنردهم ليك. عبد الله بغى يقرب منها وقال غنفهمك. بعدات منه قالت بعد عليا اشنو غادي تفهمني شنو واش كان بان ليك لعبه تلعب بيها وحيت عاونتيني غتلعب بحياتي كيف بغيتي. شاف عبد الله برا وبانوا ليه الناس ملاهين وزاد جرها بالزد الفوق. قالت طلاق طلاق مني غنمشي في حالي. بان ليهم ياسر كيمشي ويجي غادي يطرطق بالاعصاب. قرب لباه وعينيه شاعلين وقال بالريفية ما تقدرش تدير هادشي انا ما غنتزوجش بهادي. كانت باغية تبيع راسها هادي غير بنت الزنقة. عبد الله خرج عينيه في ياسر وغوت ياسر حدك تما. جمدات نور في بلاصتها كتشوف فيه دفعات جهة ياسر وضرباته بالجهد لصدره وردات عليه بالريفية انا بزاف عليك الا سكت ليكم يحسب ليكم صافي غتلعبوا بيا. ما تململش من بلاصتو شد ايديها وهبطها بقى مزير عليها وكيهضر تحت سنانه. قال تعاوديها غير مره اخرى وتشوفي شنو غادي ندير فيك. بغى يحيد ليه عبد الله ايديها من ايدو ولكن ما قدرش غوت بالجهد حيت عارف حتى حد ما غادي يسمعهم مع الموسيقى لتحت. قال حتى هي ريفيه وكتفهم. قالت انا بزاف عليك انا اشرف منك إلا بعت راسي غير حيت كنت محتاجة الفلوس على ود اختي. ياك ما يحساب ليك كنت غنبيع راسي لواحد بحالك حيت شايط عليا راسي. قال سكتي ولا غادي نخبطك. عبد الله جر نور بالجهد حتى فكها وقف بيناتهم وقال ياسر احبس هاد الشي آخر مرة نشوفك كتمد يدك عليها. وقال إلا سكت وما هدرتش ليه راه غير باش ما نحشمكش. ما تختبرش صبري يا الواليد ماشي حيت كنحترمك غادي تتمادى معايا هادي ما غاديش نتزوج بيها واخا تبقى غير هي اخر وحده في هاد الدنيا. عبد الله قال كلامي قلت وما كتعاود غير الصلاه على النبي. ملي نقول انت ونور غادي تتزوجوا هي غادي تتزوجوا وما تزيدش تجادلني يا ياسر. نور ضحكات بالجهد وقالت ومعانا انت تشاورتي شكون اللي قال لك انا باغا نتزوج واخا نعرف نموت واخا تقتلني ما غنتزوجش بهاد الوحش. ياسر عض على فمه وقال ناري غادي نفرعك. عبد الله شاف فيها وقال ياك باغا تخلصي الدين ديالك ها الخلاص ديالك. سكتات نور كتنهج وياسر صغر عينيه وشاف فيهم بجوج قال اش من دين كتهضروا عليه نتوما. عبد الله قال ماشي شي حاجه اللي تخصك هادشي بيني وبين نور
ياسر قرب لبواه وحنا عنده شوية وقال حتى أنا ما غنتزوجش بها، وعطاه بالظهر وبدا خارج بحال. قال له عبد الله إلا خالفتي كلامي عمرك تحلم تكون ولدي، وما غتشم حتى سنتيم من الفلوس ديالي. وقف ياسر في بلاصتو شحال عاد دار وكان كيضحك. قال وانت الوليد كيحساب لك انا غنحتاج فلوسك؟ عبد الله تبسم وقال لا، ولكن كاينه طريقه غتخليك محتاجني ومحتاج فلوسي بزاف. ياسر خنزف فيه والشرار بدا كيطاير من عينيه. قال علاش داوي يا الوليد، اهدر لعندك شي حاجه؟ عبد الله قال راك غلط، الا كنتي كتظن باللي ما كنعرف عليك حتى شي حاجه. قرب ياسر ناحيته وهدر بالهولنديه، الشي اللي خلى نور ما تفهم والو، كتشوف غير ياسر معصب. وعبد الله كيرد عليه بشويه بحال ليلى لقى الايد اللي كتوجعو وشدو منها، وغير بغات تبعد وشاف فيها عبد الله ورجع هدر بالعربيه. قال الا ما تزوجتيهاش انت غنزوجها لعلي، وهذا اخر كلام عندي. نور حسات براسها كيف شي سلعه بيناتهم، باقي ما قدراتش تفهم اصرار عبد الله انه باغي يزوجها الواحد في ولاده. بقات مبهوده باغا تحرك تمشي بحالها. زاد ياسر صرع ولكن ما قال والو، وداز في باه، وملي وصل عندها رمقها بنظره احتقار كانت بحال الموس تغرس في قلبها. قال عبد الله نور هادشي في مصلحتكم بجوج. ضحكات نور باستهزاء وقالت في مصلحتي؟ اشنو كتعرف انت على مصلحتي؟ ها شنو كتعرف؟ وبدات غادة، وقبل ما توصل للدروج باش تهبط حسات بشي حد قوي عليها، شدها من ايديها وحكمها مزيان. كان واحد الراجل صحيح عرفاتو خدام مع عبد الله، دفعاتو وما قدراتش. قالت طلاق طلق مني، وشافت في عبد الله وقالت قول ليه يطلق مني. زاد جر هذاك الراجل حتى ولات قدام عبد الله، ما عرفاتش علاش قدرت تقرف عينيه نظره حنان. قال ليها ما عندك فين تمشي حتى يسالي هاد الشي اللي هنا، وزاد وخلاها مبهوطه. وباقي ذاك الراجل جارها خوتات بالجهد باش يحن قلبه. قالت عافاك اختي كتسناني. قال لها عبد الله اختك مأمنة هاد الساعة. دخلها هداك الراجل لوحد البيت وخرجوا ست الباب، غوتات ورجعات سكتات. الدنيا عامرة بالموسيقى والشطيح، طلات لتحت وكيبان لها غير الشارع، فكرت لوح راسها وتموت وتهنى من هاد العذاب كله. كتحس براسها عيات وكل شي جا ضدها، ولكن لمن غدا تخلي آية للدياب يفرسوها، ولا الأمثال عبد الله حتى هي يتحكموا لها في حياتها. جلست على الفراش وحاطة إيديها على وجهها، مرة كتنخصص ومرة كترجع تسكت وتفكر في شي حل يفكها ويخرجها بحال الشعرة من العجينة. وحتى مشى كل شي بحاله والدار خوات، عاد حسات بشي حد كيقرب جهة البيت فين حبسوها. سمعت في واحد اللحظة الدقان في الباب، وفي نفس الوقت تحل عليها. دورات نور وجهها، دخل عبد الله وهو مبتسم، مسحات دموعها ووقفات وقالت خليني يا سي عبد الله نمشي، عافاك خليني كنحتارمك وطلقني نمشي في حالي. قال تقدري تجلسي باش نهضرو بالعقل؟ قالت ما عندنا فاش نهضرو، انا باغية نمشي في حالي. قال علاش ما باغياش تزوجي؟ اي وحده ما كانتش غدا تقول لا. قالت انت عارف ولدك شحال كيكرهني وكيشوفني رخيصه، هادشي اللي كتقول فيه راه ما كيدخلش للعقل، انت يمكن ما عارفش ولدك مزيان. انا ساعتين وعرفته كداير، ومستحيل ومن سابع المستحيلات نتزوج انا وياه. قطعها عبد الله وقال واش تقدري تسمعي ليا؟ قالت انت اللي غادي تسمع ليا ماشي انا، وحاجة إلا ما كنتيش عارفها أنا غنقولها لك، ولدك مريض ودابا خليني نمشي في حالي. قال عبد الله واخا تقدري تعتبريه مريض،
أنا ما جيتش اختاريتك أنتي بالضبط باش تكوني مراتو غير هكاك. راه كاينة هدى، علاش ما تزوجهاش ليه؟ ما مناسبهاش ليه؟ قالت نور: ها لا، كنظن هي أكثر وحدة مناسبة لي، حيت حتى هي حمقى بحالي ويجيو مع بعضياتهم، أما أنا لا. قال: عندك الحق، وهانتي قلتيها، هدى حمقى، واش في نظرك هي اللي غدير ليه العقل؟ أنتي يا بنتي اللي غادي ترديه للطريق. وولدي أنا عارفه بلا ما يهضر، كنقدر نعرف أي حاجة كتدور في بالي، وأنتي من نهار عرفت خربقتي ليه الخلايا ديال الدماغ ديالي. أنتي هي أنسب وحدة لي. نور دهت إيدها على صدرها وضحكت بالجهد وقالت: واش كتعرف ملي كيتلاقى الماء والضوء اش كيوقع؟ عارف ياك. ايوا انا ولدك هكا، انا الماء وهو الضوء، مستحيل نتلاقى، انا ما حاملاهش وهو كتار مني، وهو يقول عبد الله. ولكن واش انتي عارفة باللي الضوء عمره ما يخدم الى ما كانش الماء؟ قالت نور: انا كنكرهو ما يمكنش. قال عبد الله: والدين اللي عليك ما تخلصيش، 15 مليون اللي عطيتك منين غترديها؟ سكت وتسناها الجو، ولكن بقت ساكتة وحشمانة، وهو كمل كلامه. قال: إيوا فكرتي في أختك؟ قالت: مالها أختي؟ قال عبد الله: أختك باش غدا تعيش؟ كيفاش غتقريها؟ إلى عودات مرضات شكون غيداويها؟ أنتوما غير جوج بنات، خاص شي عائلة تكون في حياتكم. قالت له: أختي أنا قادرة عليها. قالت: وانت قلتي لي غتخدمني عندك، يعني غنقدر نهز أختي؟ قال ليها عبد الله: سمحي لي يا حيت كذبت عليك في هذه، أنا خدمتي كلها في هولندا، جينا غير على قبل الحبس وعلى ود ياسر عنده شي خدمة، وإلا تزوجتي به غادي تكونوا بزوج بكم مسؤولين عليها، وغتجلسوا هنا واحد العام، وغادي يكونوا الوراق ديالكم وجدوا باش تمشيو لهولندا انتي واختك، وتضمني ليها مستقبلها، احسن ما تكبر وتلقايها ضاعت، الفرصه كتجي مره واحده في العمر، وهذه هي الفرصه ديالك. قالت نور: وشنو غتستافد انت بهادشي؟ بان الحزن في عينين عبد الله وقال: مراتي الله يرحمها ديما كانت كتوصيني على ولادنا، علي واحمد ديما كانوا كيسمعوا القرارات، اما ياسر خرج على ايدي، ما عندوش ثقه في الناس، حياته هي الخدمه والصغير، ما بغيتش تضيع حياته اكثر ما ضاعت، دابا في عمره 32 عام وانا باغي نشوف ولادو قبل ما يديموا الامانه امانته، وانا متاكد حتى وحده ما غتقدر تصبر عليه من غيره، وحتى وحده ما غتقدر تبدله، طبعه صعيب ولكن وحده بحالك غدا تقدر. نور حسات براسها مخنوقه باغيه تخرج من هنا، وعبد الله غير كيخربق عليها، كيفاش غدا تبدلو هي ما حاملاهش؟ ولكن الكلام اللي قال على اختها صحيح. قالت: ولكن هو ما باغيش. قال عبد الله: شكون قال لك هو ما باغيش؟ قالت: ياك عاد كنت معاكم وسمعتو كيقولها لي، انا ما غنبزش راسي على شي واحد اللي ما باغينيش وما باغياهش. قالت: وانا ما نقدرش نكون سبب باش نفرق جوج ديال الناس. عبد الله عرفها قصدات هدى وشد في ايديها ودورها عنده. قال: ياسر عمره ما كان غادي يتزوج بهدى، وهي تقول ولدك ما موافقش. قال ليها عبد الله: ما كاين ما ولكن، فكري في اختك. جبد تليفونه وفتحه، كانت نور مراقبه هو كيقلب، حتى بان ليها مشى جهة الميساجات، كان مكتوب اسم ياسر على الرقم ومن عنده ميساج كاتب فيه انا موافق. قال ليها عبد الله: خاصك توافقي دابا غير انتي. غمضات عينيها وتنهدات، وجات في بالها صورة آية: الا ضيعات هاد الفرصة تقدر آية تكرهها من اللي تكبر، وكيف ما ديما غدا تضحي تاني على قبل ختها، خدها ما تستاهلش تكرفيز. قالت: واخا موافقة. شاف فيها عبد الله بامتنان
بحال كان هاز حمل كبير على قلبه ودابا عطاه ليها، وهي اللي خاصها تحمل هاد ياسر وتعجرو فو شخصيته القاسحه. قالت نقدر نمشي دابا ياك؟ قال لها عبد الله غدا تكوني عييتي، ارتاحي هنا. قالت لا لا ما يمكنش، اختي غدا تكون بوحدها، جارتي خدامه في الصباح وما غتقدرش تبقى معها الليل كامل. قال لها عبد الله انا صيفطت واحد من رجالي يجيبها، غير شويه وغدا توصل. وحط ايده على ايدها وقال الله يرضى عليك، بس جبهتها بحنان. اما هي ما دارت حتى شي رده فعل، سمعات ومشى جهه الباب، تلاحت على الفراش وبداو دموعها كيسيلو. ما عرفاتش كيفاش حتى كان داها النعاس، ناضت بزز ورجليها فاشلين. قالت ادخل. دخلت وحده من الخدم جايبه ليها واحد الساق، قالت ليها صيفطوا لك سي عبد الله، غنطلع لك الفطور ديالك لهنا. يلا بغات تقول ليها فين هو عبد الله، حتى كان بان ورا ظهر الخدامه وشاد في ايد آية، وجههم بالسم وباينه فيه فرحان، ومشات كتجري عند آية وعنقاتها وكتبوسها. عبد الله حط ايده على شعر آية وهدر معاه، نعستي مزيان بعدا؟ قالت الحمد لله. وهو يقول غنخليكم دابا، وخرج من البيت وجرات نور آية عندها كتعنقها وتبوس فيها. وداز اكثر من اسبوع وكانت غير هي وختها وعبد الله اللي في الدار، ما حساتش بالايام كيفاش طاروا، كانت كتحس بنفسيتها عيانه لدرجه لا تصور. كانت في الجرده هي وختها حتى لمحات نور واحد السياره داخله، ونزل منها واحد من ولاد عبد الله، داك اللي عاد تزوج. ابقات حاضيهم حتى شافت عبد الله مش استقبلهم بحراره وكيضحك معاهم. وداز الاسبوع طاير، قدرات نور تاقلم شويه مع الوضع ماشي بحال الاول، وعاد وجود علي وأسية ونسوها بزاف، وديما كيفوجوا عليها وكانوا كيرسموا البسمه على وجهها. وكيف ما العاده كانوا جالسين على الطبله ديال العشاء اللي مترأسها عبد الله، وكاينين ولادو بجوج. اما ياسر من نهار الحفله ما عاود بان، وكل ليله كتحلم بيه نور كيقتلها، كتنوض قلبها غادي يسكت ليها، كانت حانيه راسها على التفصيل ديالها. حتى هدر عبد الله قال غدا في الصباح ان شاء الله غيجيو العدول لهنا، نبغي كل شي يكون واجد. قالت آسية كل شي واجد عمي. عبد الله شاف في نور وقال وفي الليل غيكون العرس وغير خفيف، ما كاينش الناس بزاف كيف ما بغيت. قالت ان شاء الله. وهو يقول ياك فرحانة؟ ضحكت نور باستهزاء وقالت تبسمات ليه وقلبها غادي يوقف، كانت كتسنى غير وقتاش يساليو الماكله باش تطلع لبيتها وتبكي على خاطرها وتخوي قلبها. غير وصلت اللقمه لفمها وشافت كل شي شاف جهه الباب، قلبها طاح من بلاصتو وايديها ولاو كيترعبو فاش شافت ياسر داخل. واخيرا جا من بعد هاد الغياب كامل، خنزر فيها وشاف في بواه. قال له عبد الله مرحبا، فين تعطلت؟ قال لي ياسر كنت مشغول مع الخدمه. ومشى جلس جنبه في الطابله، كان كيهدر مع باه على الخدمه. ناضت نور بالزربه وطلعت لفوق، ويلا غدا تدخل بيتها حسات بشي ايد غدا تقلع ايدها، وجهه قريب ليها بدرجه خطيره، ما عرفاتش كيفاش حتى لحق عليها ياك عاد كان جالس لتحت مع باه. قالت بعد عليا بعد. قال ليها وصلتي لداكشي اللي بغيتي، لعبتي الواليد بعقله. وهي تقول علاش كتهضر انت؟ واش كيحساب ليك غدا نموت باش نتزوج بيك؟ شدها من فكها وزير عليه وقال سكتي سكتي، صوتك ما بغيتش نسمعه. سمعوا شي تقرقيف، وكانت أسية اللي طالعات هي وحمد، بقاو كيشوفوا فيهم وكيضحكوا حيت كانوا مقربين من بعضياتهم، وبانوا بحال ياسر باغي يبوسها. غمضات عينيها وضحكات باستهزاء حيت عرفاتهم اشنو فهم، اما غتبعد عليا ولا غدا نغوت. افتح الباب ديال بيتها ودفعها لداخل بعنف وازدح الباب. قال ما كانش في بالك،
انتي ديما الشريفة العفيفة. شدها من فكها وقال كنت ناوي ما نتزوجش بيك، ولكن دابا درتك في راسي، وجدي راسك اللي جاي من غدا، غدا تمناي الموت وما تلقايهاش. قالت انت اللي وافقتي الاول، شكون كيحسب لك راسك حتى دير ليا هكا؟ انا بزاف عليك، كتسمع شنو هي بزاف عليك؟ ياك ما يحسب لك غدا نموت باش نتزوج بيك. كنكرهك انت واحد مريض وانا مستحيل نعيش معاك. قال ليها غنوري ليك المرض كيفاش كيكون، هاد الليلة ما مساليش ليك. بغات تغوت وهو يدفعها حتى طاحت الأرض، نهضت ودموعها شلال، حيدات داك الخاتم ديها وقالت أنا بزاف عليك، ومشات جهة الباب وفتحته وهو بقى واقف ولاحت داك الخاتم فوجه. قالت انت مريض وأنا أصلا ما موافقاش على هذا الزواج، ودابا سير قلب على شي مريضة بحالك اللي تقبل بيك. خرجت من البيت كتجري قبل ما يلحق عليها، وبانت ليها أسية عاد خرجت من بيتها سمعت غواتهم، ومع كان باين حنك نور حمر حيت ترجها ياسر. سولتها أسية نور مالكي؟ مدتهاش فيها وكملات الجرات ديالها لتحت كتقلب على عبد الله. دازت من حدا علي وشاف فيها باستغراب، خرجت للجردة كتبكي بالجهد، لقات عبد الله واقف وعاطيها بالظهر وكيهضر مع شي حد في التليفون. ما تسناتوش حتى يسالي وغوتات، قالت انا ما بقيتش باغيه نتزوج بولدك، وديك الهضره اللي قلت كانت راجعه عليها. قطع عبد الله التليفون ودار عندها، قال اشنو وقع؟ بدات كتبكي بالجهد وقالت انا ما غنتزوجش بولدك، ما غنتزوجش بيه، واخا نموت بالجوع ما غنتزوجش بيه. شافته كيشوف وراها، ياسر الحق عليها صاحر ناوي يسلخها هاد الليلة، ومشات ورا ظهر عبد الله وغوتات قول ليه يبعد عليا. ياسر قال اجي لهنا نوريك المريض كيف داير. عبد الله غوت بالجهد، ياسر شد عبد الله نور من ايدها ووقف هجم وقال ياك كنا متفقين على هاد الشي. مسحات دموعها وقالت ودابا ما بقيتش باغية، صافي هاد الشي سالة. شافت في ياسر وهربات عينيها بخوف، قالت انا ما نقدرش كيخلعني، ما غنتزوجش به. قرب ياسر باغي ياكلها وباه معرض له، قال غير زيدي شحنيني وجهليني هذا النهار. شاف باه وقال غير سير تنعس، ياك غتزوجها ليا غتولي مراتي. ايوا خرج هاد السوق الوليد بيني وبينها. قالت أحلم آخر حاجة هي نتزوج بواحد بحالها. غفلها وشدها من شعرها قدام بواه وهو يقول عبد الله إلا ما حيتيش إيدك عليها ما أنت ولدي ما أنا بواك. طلق ياسر منها وزير على إيدو باغي برد جنونه في شي حد، كيكرهها وكيره يشوف وجهها قدامه، وهي تقول نور قول لي علاش كدير هاد الشي؟ ولدك ما حاملنيش وأنا كتار، علاش باغيه يتزوجني؟ علاش؟ واش كتشوفو كيف كيدير ليا؟ بحال شي جفاف وباغي يقتلني. عبد الله قال ما حدي انا عايش حتى شي واحد ما غيقيسك. شاف وراه وكانوا قربوا منهم علي واحمد واسيا ما فاهمين والو. قالت نور انا ماشي من مستواكم وانا وياه عمرنا ما غنتفاهمو. عبد الله قال كندير هاد الشي حيت بغيتكم تبقاو مجموعي، حيت انتي بنت خويا احمد الله يرحمه. كل شي بقى مصدوم غير عينيهم اللي كيدوروا في بلاستهم، كل شي كيشوف بعضياته، ونور كتشوف عبد الله اللي حادر راسه، تسمع غير صوت ياسر وهو كيشوف نور. قال ياسر خوك احمد اللي كنتي ديما كتعاود لينا عليه. وهي تقول نور هاد الشي ما يمكنش يكون بالصح، مستحيل. كيفاش عمي؟ انا ما عندي حتى شي واحد، والدي مقطوعين من شجره. قال عبد الله لا احمد خويا الكبير. وهي تقول نور لا انت غير كتكذب،
هادي كدبة جديدة باش تشدني تاني. اصلا انا كنيتي الراضي وانتوما ما كنيتكمش بحال كنيتي، يعني مستحيل تكون عمي، انت غير كذاب. وانا ما كانش خاصني نثيق فيك من نهار الاول. عبد الله قال الاختلاف اللي عندنا في الكنيات انا وباك حيت ما كناش خوت شقايق، كان خويا من امي، كانت مزوجه قبل ما تزوج بالوالد ديالي ومات راجلها وتزوجات ببا. وهي تقول نور ملي انت عمي فين كنتي بالسلامه، عاد جاي دابا وباغي تزوجني بهاد الحمق دولدك. ياسر تمالك اعصابه بزز وقال عبد الله خويا احمد كان كبار مني بثلاث سنين، ونهار ماتت الوالده الله يرحمها الواليد ديالي جرى عليه. خويا كانت نفسه حاره ما كيرضاش، داك الوقت انا كانت عندي 17 عام وهو كان كبر مني، جمع حوايجو وما بغى حتى حاجه منا. النهار فاش خرج ما كنتش انا هنا. وهي تقول نور هاد الشي بزاف ما نقدرش نتحمل كتر، ملي نتوما جريتو عليه اشنو بغيتي دابا عندي؟ شنو علاش بنتي في حياتي؟ فين كنتي فاش كنا كنتعذبوا؟ فين عمركم حتى ما قلبتوا علينا؟ قال عبد الله خليني نكمل بنتي، با صيفطني نقرا في هولندا وحاولت نلقاه، قلبت حتى عييت والارض بحال تشقات وبلعاتو. كنت كنلقى بزاف د الناس باسم احمد الراضي، سميه احمد ومحمد كتيره وما قدرتش نوصل ليه، وانتي ربي حطك في طريقي. تمنيت نلقاه حي ولكن ما كتابش ومول الامانه دا امانتو. قالت نور ودابا باغي تزوجني بولدك؟ كتكفر على ذنوبك مثلا ياك؟ ما نقدرش نزيد هاد الشي بزاف. خلاتهم وطلعات كتجري. عبد الله شاف ولادو بجوج وشاف عروستو، كانوا مصدومين وما فاهمين والو. وهو يقول عبد الله سير انت ومراتك ترتاحوا. احمد فهم باه باللي بغى يهضر مع ياسر وانسحب هو وآسية. شاف عبد الله في ياسر اللي كان معصب لاقصى درجه. قال ياسر علاش ما قلتيش من الاول هادي بنت خوك؟ قال عبد الله ما كنتش عارف حتى عرفت سميتها، والبنت كتشبه شويه لامي حتى سميتها قريبه لسميتها. شكيت وملي قلبت ولقيتها بصح بنت خويا، وخويا مات وما كاينش اللي يتكفل بهم من غيري انا. ياسر صات بعنف وقال شوف هاد الشي كامل ماشي مبرر باش تخليني نتزوج بها بزز واخا بنت عمي، ومن بعد انا مالي. قرب عبد الله لولدو هز فيه راسو وقال غتزوج بها ياسر بغيتي ولا كرهتي، ولا عارفني شنو غادي ندير، غنصارك ولدي. وهو يقول ياسر حتى انت الواليد ما تخلينيش نصارك با، وشغلي بعد منه. هاديك اللي باغي تزوجني ليها باعت راسها، كتفهم شنو هي باعت راسها؟ كون ما شريتهاش انا كان غيشريها واحد اخر. عبد الله قال داكشي علاش انت اللي غتزوج بها، حيت انت اللي شريتيها وانت اللي كشفتي عليها. هادي بنت خويا وبنت عمك، شرفك وعرضك وخاصك تسترها. انت اول واحد شفتيها وقع داكشي بيناتكم، إذن خاصك تزوجها. ما تزيدش تجاحد معايا ياسر، ولا والله كنحلف بالله اللي خلقني وخلقك حتى نسخط عليك دنيا واخره. ضغط ياسر على سنانه بعصبيه، ما بغاش يزيد يهضر، ماشي حيت كيخاف ولكن داير باه في واحد المقام، وبالنسبه ليه من ديما والديه خطوط حمراء ما يقدرش يتجاوزها. واخا كيعصاه شي مرات ولكن ما يقدرش يقلل من احترامه اكثر من هكا. هز حجبانه وحرك راسه في الموافقه. عبد الله طلع عند نور ولقاها كتجمع في حوايجها بعصبيه وكتبكي. ايه واقفه حداها وهي ما فاهمه والو، غا كتشوف ختها وما قادراش حتى تسولها مالها. قالت ايه واش غنمشيو فحالنا؟ نور كتمسح في دموعها وقالت اه صافي غنرجعوا لدارنا. وهي تقول ايه ولكن انتي قلتي ليا غادي نبقاو هنا. غوتات عليها نور وقالت
صافي ودابا غادي نمشيو فحالنا. بدات ايا كتنخسس وندمات نور اللي غوتات عليها، ولكن دابا ماشي الوقت باش تشرح ليها شنو طرا. وقف حداهم عبد الله ونور حبسات كتشوف فيه. قالت خرج عفاك، خرج خليني نجمع حوايجي، بارك هادشي اللي درتوه ليا، شنو باغي اكثر؟ عبد الله قرب الايه وشد ليها شعرها وقال ايه هبطي لتحت باش تلعبي يا بنتي، خليني نهضر مع اختك. بقات ايه واقفه في بلاصتها وشافت في نور. سدات نور عينيها ومسحت دموعها مره اخرى وهي تقول صافي سيري يا حبيبتي. مشات ايه وخلاوها حتى خرجات وسدات الباب عاد هدر. قال نقدروا نهضروا بالعقل. نور قالت شوية العقل اللي عندي راكم طيرتوه ليا، خليني نمشي بحالاتي، الله يعطيك الستر. عبد الله غوبش وقال وداكشي اللي اتفقنا عليه. نور قالت داكشي مشى حيت انت ما صارحتينيش من النهار الاول، لويتي ليا دراعي، عمرتي ليا راسي بالكذوب، وثقت فيك وجيت معاك، ولكن دابا ما كاين حتى شي حاجه تخليني نزيد معاكم دقيقه واحده اخرى هنا. وداك الاتفاق اعتبره ملغي، انا ما مستعداش نضحي بحياتي وندوزها كلها مع واحد حمق غحيت ولد عمي. عبد الله حاول يبرد راسو وقال نور ما تنسيش انا عاونتك وعطيتك باش ديري عمليه لاختك. تبسمات نور وقالت باستهزاء الله يكتر خيرك، فلوسك غنتسلفهم من بلاصه اخرى وغنجي نردهم ليك. عبد الله قال ما عندي ما ندير بالفلوس، هذا كان واجب عليا، وإلا ما عاونتكش انا شكون غادي يعاونكم؟ ولكن خاصكي حتى انتي تعاونيني، انا محتاجك كيف ما انتي محتاجاني. وديري في بالك ياسر مجبور باش يسترك على قبل شنو وقع بينك وبينه. تزنقات ملي فكرها، ولكن تبتات راسها وقالت انا ولدك ما وقع بيناتنا والو وما غيوقعش وعمره ما غادي يوقع، وانا والحمد لله مستوره، وكيف ما كنت عايشه قبل ما تبانوا حتى دابا غادي نرجع لحياتي، عافاك صافي خليني نمشي في حالي. قال عبد الله وفكرتي في اختك؟ وهي تقول اختي انا قاده بيها. قال عبد الله الا ما تزوجتيش بياسر غنضطر نرفع دعوة وناخد آية، حيت كتبقى بنت خويا وأنا أقرب واحد لها من بعدك، حالتي المادية كتسمح ليا باش نربيها،